الحلقة الخامسة من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرح الثاني: ما موانع صحة البيع وجوازه؟ الموانع التي تمنع جواز البيع موانع كثيرة. احنا في المانع الثاني. المانع الثاني اللي هو زنا الجوارح والفرج. طب ما الدليل على تحريم المعازف وأنها علة تمنع جواز المعاملة المالية؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. وإجماع المذاهب الأربعة على حرمة الأغاني. طيب الدليل إن بيع وشراء أي حاجة فيها زنا، زنا النظر أو الفرج أو اللمس، إن أنا بيع مجلة فيها صور محرمة ده حرام، وإن زنا الفرج والنظر واللمس حرام. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. طب إيه الصور المعاملات المالية المحرمة بسبب إن فيها مانع اللي هو زنا الجوارح والفرج؟ بيع سيديهات أغاني أو أفلام أو مجلات أو كتب فاسدة. بيع الصبغة السوداء للرجال والستات. الرسول قال: غيروا الشيب واجتنبوا السويد. الصبغة السوداء لا تجوز إلا للجزم فقط. تأجير مكان يتعمل فندق أو يتعمل ملهى ليلي أو سينما فكل أو كوافير غير إسلامي، التأجير ده حرام، والشغل فيه محاسب أو عامل نظافة أو كشير أو تكييف أو حتى طباخ حرام. ليه؟ لأنه أعان على الباطل. بيع وشراء أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وتوصيل شبكات النت والدش أو ما يسهل فك الشفرات لمن غلب على ظننا أنه يستخدمه في حرام. طب لو واحد شكنا فيه يبقى نشترط عليه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحرم بيع وتفصيل ملابس النساء الضيقة لمن غلب على ظننا استخدامه في حرام. واحدة ست متبرجة داخلة تشتري بطلون جينز يبقى تلبسه في الشارع، يبقى ده حرام تبيع لها. طب واحدة تانية انت بتشك انها ممكن تلبس كده فبتشترط عليها ما تعملوش حرام. طيب بيع ادوات التجميل والمكياج لمن غلب على ظننا استخدامها في الحرام. طب لو تيقنا ان استخدامه في حرام يبقى حرام. طب لو غلب، يعني احنا بنشك ان الست دي ممكن تستخدم الحاجات المكياج اللي موجوده في الصيدليه نشترط عليها. طب واحده منقبه ما تتكلمش اصلا بقى خلاص. طب واحد اشترى قالت كمان ب 2000 جنيه لازم يرجعها وياخد ال 2000 جنيه عشان البيعه دي باطله لان فيها زنا الودن. طب مش الراجل مش راضي يبقى يكسرها ويبيعها خشب، حرام يبيعها لحد. طيب المنع الثاني الميسر. ايه الميسر؟ انا ادفع وانت تدفع ونلعب كوره واللي يكسب ياخد الفلوس. طب ايه الدليل على حرمه الميسر؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. وعن جابر ان النبي قال: لا يدخل الجنه لحم نبت من سحت. طب ايه الصور بتاعتها؟ الصور بتاعتها ان احنا نلعب مباراه بالنرد او الدومينو او الطاوله او السلم والتعبان او بنك الحظ او الكوتشينه والخاسر يدفع المشاريب او يدفع الفلوس. طب اللي عمل كده لعب دومينو على المشاريب، لعب دومينو على فلوس، لعب سلم وتعبان على فلوس، خد ذنبين. ذنب انه لعب بالنرد والدومينو والطاوله ودي العاب كلها محرمه لان فيها زهر. طب ايه الدليل ان الزهر حرام واللعب الدومينو والأرقام اللي تيجي بالحظ حرام؟ قال النبي: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فاللعب بالنرد حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. طيب ونقل ابن قدامة اتفاق السلف: النرد ده يا إما نرد ظهر اللي هو في الطاولة، يا إما يتحول لورق زي كوتشينة، يا إما يتحول لقطع زي الدومينو، كل ده اسمه نرد. طيب منها أيضا لعب البلايستيشن مع الأولاد واللي يكسب ما يدفعش والمغلوب هو اللي يدفع أجرة المحل، ده ربا. من ده ميسر. ومن الميسر أيضا جمع الفرق كورة، كل فريق يدفع 50 جنيه والآخر اللي يفوز نشتره كاس وندهوله ك
الكلام ده ما يصير. طب ليه؟ طب ما بيحصل الكلام ده. نقول لك قال النبي السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. سبق يعني ما فيش فلوس تدفع إلا في نصل أو خف أو حافر. لعب الكرة مجانا يجوز، لعب الكرة بفلوس حرام. كل لعيبة الكرة دي فلوسهم حرام والحكام فلوسهم حرام، ويجب أنهم يتصدقوا بها كلها، لأن الرسول قال لا سبق إلا في نصل. نصل يعني مسدسات تنشيل يعني سهام. خف اللي هو الجمال وزيه الدبابات، وحافر اللي هو الحصنة وزيه العربيات الميكانيكية دلوقتي. دي الثلاث حاجات اللي ممكن نلعب بها على فلوس وجوائز، غير كده حرام. طيب من الصورة الرابعة انه يطلب منك تبعت رسالة للرقم الفلاني عشان تخش في السحب. حرام ده حرام، الكلام ده حرام. انت تبعت رسالة بيبقى وفي 10 مليون بيبعتوا رسالة بيلموا 10 مليون جنيه، واحد بياخد مليون، الكلام ده حرام. ده مرة في احد البرنامج قال حطوا سؤال وطلبوا أسئلة 2.5 مليون، واحد متصل في دقائق. 2.5 مليون دول انتظر قليلا انتظر قليلا، دافعين كل واحد يعني حوالي مثلا 20 مليون. طيب من الصور المحرمة التأمين على الحياة أو التأمين على السيارة، لا يفعلها المسلم إلا مكرها. ليه؟ لأن التأمين ده أنا بأمن، ممكن العربية تبقى سليمة، الفلوس ضاعت عليا، ممكن تبوظ، التأمين يدفع لي أضعاف كده، هو ده الميسر. طيب تعقد التأمين التجاري، واحد فإن الواحد بيأمن على حياته ولو مات الورثة بياخدوا إيه مبالغ. طيب عقد التأمين الصحي الخاص ده ربا. ليه؟ ايه الفرق بين التأمين الصحي الخاص والتأمين الحكومي؟ التأمين الحكومي هدفه رعاية مفهوش تربح، التأمين الصحي هدفه التربح. التأمين الحكومي نوع من التكافل، انا بدفع 50 جنيه كل شهر للتأمين، انا ما بعياش، فزميلي اللي مركب ركبة ده وعنده تهالك في الركبة بيجيبوله ركبة بحوالي 100,000، فبيركبوله الركبة دي بين فلوسي. يبقى انا بقول لو عييت انا محتاج فلوس، ولو معيدش خد فلوس الزميل. لكن العقد الصحي، عقد الصحي الخاص عقد غرر ومقامرة كبيرة. أنا بأمن على العمال كل عامل بيدفع له 50 جنيه، اللي يعيا بعالجه لحد 10,000. طب لو فرضنا كل المصنع عيا، يبقى أنا يتخرب بيتي. التأمين الصحي عنده مستشفياته، التأمين الخاص ما عندهش مستشفيات، ده لما يعيا المتأمن عليه وديه هناك عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والتأمين الصحي الخاص ده غرر. طيب ما حكم العلاج المدعم لنقابة التجاريين أو المشروع العلاجي للأطباء؟ يدفع مبلغ من المال ثم ينتفع بخصم في الكشوفات والتحاليل إلى آخر العام، ده يجوز. ليه؟ تكافل اختياري بين الافراد، انا لحتى ما عيتش غير عيعي وياخد ياخد الثمره دي. طيب لعب القمار على البلاك جيت اللي هي العاب الطاوله بقى، الكره اللي بتقعد تلف دي، والبوكر. طيب دي كلها العاب ربا ومعروف انها ربا. الصوره الثامنه انك تشتري ورقه يا نصيب، وده ربا فاحش، ان انا بشتري بجني وبعد كده اللي يكسب في اليانصيب ياخد الايه الجوائز كلها. والازهر نزل فتاوى كثيره جدا بتحريم ورق اليانصيب. او تشتري شهادات استثمار على سحب، ده ميسر على فكره، كله ميسر، انا اسف كله ميسر مش ربا. يتراهن الطرفان لو ده فاز ادفع 100 جنيه، ده ميسر. ما حكم مبالغ التأمين المجبر عليها؟ يجب ان توصي اهلك ان لو مت والتأمين ده فلوس تاخده اللي انا دفعته بس، والباقي حرام تاخدوه، لان ده ميسر. واحد دول ازاي اتحمل خسائر العربية لو اتكسرت؟ لو اتقيت الله وتركت عقد التأمين المحرم الاختياري دوت اللي انت غير مجبر عليه، وتجنب الخطأ ومشيت بالراحة والتزمت الحاجات، ربنا يبارك لك ومش هتعمل حادثة اصلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل لهم خير.